مسألة مواقع التواصل الاجتماعي دكتور، هل بتدخل في نطاق عملكم ومهامكم؟ مواقع التواصل الاجتماعي واخدة مساحات، يعني ممكن نقول بندرسها بمعنى أكاديمي تحت عنوان علم الاجتماع الآلي، لأنه هي مواقع افتراضية، يعني قد يتحدث البعض بصفته رجل وهو مش رجل، يعني إلى آخره يعني. تمام. فهي ما بت... لكن هي لازم تكون تحت عينينا حتى من قبيل التحليل ومحاولة الفهم، لأنه البعض سيتفرغ بمنطق الدعاية، يعني ناس جد ورايحة تشتغل بتصحى الساعة 5 الصبح تشتغل 3 شغلانات، وناس تانية ما لهاش شغلة غيرها، وده اللي بيخلينا نشوف مثلا ما يسمونه أنفسهم أصحاب منابر دينية، يطلعوا على الفيس يقولوا بعض التصريحات اللي تأثر بحكم أن المواطن المصري. يعني لسه في دراسة من مدة قريبة عملها الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع مع 20 باحث أكاديمي لمدة 2 سنين، اسمها آليات مكافحة التطرف، كشفت عن حاجة تقلق شوية، بتقول أنه نسب قليلة جدا من الناس ذوي الاتجاه الحداثي، وقليلة أيضا ذوي الاتجاه الإرهابي، ولكن الغالبية تطرفت. يعني أنت كمان بتشتغل جوه ثقافة لازم نبص عليها بعينيا. أيوة، فلازم نبص على ده، وخصوصا أنه الناس لا تزال أكبر منبر يؤثر إلى جانب الإعلام هو المنبر المسجد. طب برضو يعني مراقبتكم للأداء الإعلامي، هل تشمل فقط ما يظهر على الشاشة ولا موقع القناة على الإنترنت؟ بالتأكيد، ولا يعني كل ما يصدر عن القناة بصرف النظر عن ده في حديث مذيع ومحاور ولا في موقعها ما كتب، والجرائد طبعا احنا بس طبعا بنتكلم على الاعلام بالتأكيد، والجرائد المقروء والمسموع والمرئي والمرئي. طبعا طبعا.